وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ إن شاء الله يعني سلسلة جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. يعني سنتوقف فترة عن مجالس التفسير، ناخد سلسلة وبعدين نعود مرة أخرى لمجالس القرآن، أو إن شاء الله يحدث نوع من المراوحة بين هذه السلسلة ومجالس القرآن زي ما عملنا قبل كده في سلسلة إشكاليات اللي عملت إشكاليات كتير، فإحنا قررنا نتوقف عن الإيه؟ عن الإشكاليات ونتكلم في إشكاليات تانية خالص، بحيث إن يعني ده دورنا في الحياة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. السلسلة إن شاء الله نبدأها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني لسه بحاول نحط لها عنوان بتدور حول أصول الضلال أو أصول الانحراف من خلال الوحي. أصول الوحي، أصول للضلال أو أصول الانحراف، لكن عايزين نتكلم عن الضلال اللي وقع في كثير من الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الضلال الذي وقع فيه كثير من الناس، إنهن أضللن كثيرا من الناس ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فمسألة الضلال وقع فيه كثير من الناس. طيب الضلال اللي وقع فيه كثير من الناس لماذا؟ ما هي الأصول اللي حذر منها القرآن من أن الإنسان لو وقع في هذه الأصول ينحرف والعياذ بالله؟ وأنا بفكر في تحضير السلسلة وهشرح دلوقتي يعني كيفية تحضير السلسلة دي. كنت في الأول بحضر سلسلة بعنوان أصول الانحراف الفكري أو أصول الضلال الفكري من خلال الوحي، ثم وجدت أن الوحي لا يتعامل أن الضلال مجرد بسبب الأفكار فقط. في ضلال بسبب مشاكل في النفس، في ضلال بسبب العمل. فحتى كل مرة كنت أقول إيه، خلاص أسميها أصول الضلال الفكري والعملي من خلال الوحي، وبعد كده لقيت في نفس أصول الضلال الفكري والنفسي والعملي من خلال الوحي وقلب، هنقعد بقى نقول فأصول الضلال وإيه وخلاص. وإحنا بنعتمد دايما العشوائية في الطرح بتاعنا، بحيث ده منهج المفروض تبقى خلاص يعني استقرنا فيه مع بعض، يعني ممكن نسميه العشوائية المنظمة، عشان في ناس دايما بتحب كلمة ان في نظام في الموضوع، خلاص نسميها الايه، العشوائية المنظمة. فهتجدوا الطرح عشوائي جدا، مرة اصل فكري، مرة اصل عملي، مرة اصل نفسي. وهقول لكم اصلا كيف تم تحضير السلسلة، بحيث تكونوا انتم مشاركينا في الايه، في الكواليس، او اللي يحب يشارك معانا ايضا في تحضير السلسلة. درس النهاردة هيكون مقدمة، مش هناخد أي أصل من الأصول، لأن لو جيت عملت مقدمة في الأول وخدت أصل، مقدمة هتاخد ساعة ومش هنلحق نشرح الأصل الأول. فأنا قلت أتصالح مع نفسي ومعاكم، فنسيب الدرس ده إيه، مقدمة بس وخلاص. من خلال المقدمة ديت عايز أدردش معاكم في شوية قضايا، بحيث إن شاء الله لما نيجي ندخل نتكلم على الأصول نبقى فاهمين كيف سنتناول الأصول. يعني مثلا في طريقة لتناول المسألة دي، مسألة أصول الضلال أو إيه أسباب الانحراف، تناولها كثير من الكتاب، وحقيقة من أميز الكتب مثلا كتاب ينبوع الغواية الفكرية الشيخ عبدالله العجيري، وأظن كان في كتاب أظن تبع مركز تفسير أو مش فاكر الإمام الشاطبي، كتب اللي بتهتم بقضايا القرآن، كان أسباب رفض الحق أو أسباب للناس الصد عن السبيل، للناس بتصد عن السبيل برضو من خلال الوحي. وإن كان الشيخ عبد الله العجيري ما اعتمدش فقط من خلال الوحي، لكن كل يعني سواء مؤلف أو محاضر بيتناول بصورة معينة، سواء ركز على تناول فكري أو استعمال مصطلحات معينة. إحنا قدر المستطاع هنحاول يكون منطلقنا من خلال الوحي، من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. ليه عايزين ننطلق من خلال الوحي؟ يعني ليه ما حاولناش ندرس الموضوع من خلال الكتب الفكريه اللي تناولت الموضوع دوت؟ ليه تم التناول من خلال الوحي؟ اول نقطه عايز اتكلم عنها النهارده، بل ده ممكن نسميه عنوان النهارده، يعني لو السلسله اصول الانحراف من خلال الوحي، عنوان بقى المقدمه استعاده الثقه. يعني لو احنا عنوان السلسله ان شاء الله اصول الانحراف من خلال الوحي،
أصول الضلال. درس النهاردة اللي هو المقدمة هنسميه استعادة الثقة في القرآن مرة أخرى. نحن عايزين نستعيد الثقة، إن لو جينا نتكلم، لو جيت أتكلم مع شخص عن أصول الضلال أو أصول الانحراف، هو يعني متصور إن إحنا دايما لازم نتناول ده بمصطلحات فيها نوع من التعقيد أو كتب فيها نوع من الصعوبة. لا، إحنا عايزين نجرب نتناول ده من الوحي، وعايزين النهاردة نثبت أو نتكلم إن في قضايا لازم أول ما تبحث في حل عن حل عنها تبحث في الوحي. نحن عايزين نستعيد الثقة مرة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب فرقانا بين الحق والباطل، فكيف إذا أردنا أن نعرف الحق أو أن نعرف الباطل لا نعود إليه؟ يعني ده أصل من أصول هذا القرآن، هذا الوحي، غاية أساسية، مقصد أساسي من مقاصد الوحي، التفريق والتمييز بين الحق والباطل. وزي ما نذكر آيات تدل على ذلك، التمييز بين الحق والباطل ده مقصد من مقاصد القرآن. فكيف إذا أردنا أن نتعرف على الباطل لا نرجع إلى القرآن؟ إزاي؟ يعني ده مقصد أساسي من مقاصد الوحي. لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض في أول أمر بالهبوط إلى الأرض، اهبطوا منها جميعا، فقال الله سبحانه وتعالى لآدم أنه لن أخبره أنه لن يتركه، فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، وفي سورة أخرى فمن اتبع هدايا. يبقى إذن من أول لحظة ربنا بيقول لي سيدنا آدم ما تخافش، أنا مش هسيبك، هنزل لك هدى تعرف بهذا الهدى الحق من الباطل حتى لا ينتصر عليك الشيطان مرة أخرى. يبقى من أول لحظة، من لحظة ظهور العداوة بين إبليس وبين آدم وبنيه، الله سبحانه وتعالى لم يترك آدم، بل قبل ذلك علم آدم الأسماء كلها، ثم كان ينزل الهدى، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قيل أمة واحدة أي على التوحيد. والله سبحانه وتعالى لم يترك البشر بغير هداية، بل كان ينزل عليهم الوحي ويرسل الرسل لكي لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نستعيد الثقة مرة أخرى في الوحي. إحنا للأسف لما بيقابلنا مشاكل في حياتنا، خاصة في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، ما بنلجأش إلى الوحي. يعني إيه تلجأ إلى القرآن؟ يعني وده هنذكر أيضا إن شاء الله بعض الطرق العملية ده. يعني هل منا من إذا قابلته مشكلة في السير في طريق إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتعرف على شيء مما يحبه الله يعمل ختمة؟ هل إحنا ده عادة عندنا إن إحنا نعمل ختمة في مثلا أثار الذنوب والمعاصي؟ يعني كان عاجبني فكرة كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن لدكتور مجدي الهلالي، كان بيتكلم إزاي إنك أنت تحاول تبني الإيمان، صرح الإيمان يبنى من خلال القرآن، وذكر أمثلة عملية. يعني مثلا لما بيقول إزاي تبني بداخلك معنى رحمة الله سبحانه وتعالى وتعمل ختم على ده وتطلع آيات بتتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، تفاجأ إن هذا البناء مختلف عن أي درس بتسمعه. ما هو اللي بيجي درس هيحضر منين؟ ولو كلامه يبقى صح ولازم يجيب من الوحي. فتخيل لما أنت تقيم علاقة مباشرة مع النص. إحنا مش عارف، هل فقدنا الثقة في الوحي؟ هل فقدنا الثقة إن القرآن عنده حل لمشاكلنا؟ هل لأن إحنا لما بنيجي مثلا، يعني لما نيجي نتكلم في موضوع النهاردة أو موضوع السلسلة أصول الضلال أو أصول الانحراف، ده بيدخل ضمن باب مثلا العقائد وجزء منه تبع الأعمال، فهل لأننا لما باجي بدور في القرآن ما لقيتش الكلمة المباشرة اللي ببحث عنها، مثلا كلمة الليبرالية مثلا، يعني مثلا كتبت إيه العقيدة سيرش مش موجودة في القرآن، طب الليبرالية مش موجود خالص، يبقى أنا إيه اللي أنا ببحث عنه مش موجود. هل لأننا طريقة بحثي عن الحل في القرآن طريقة خاطئة بتعتمد مجرد مصطلحات معينة بدور عليها، فلو ما لقيتهاش فخلاص القرآن ما بيحلش، ما بيردش على العلمانية، ما بيردش على الليبرالية، ما بيردش على الحداثة وما بعد الحداثة؟ هل القرآن لا يقدم إجابات على هذه الأمور؟ هل القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله إلى يوم القيامة هدى للناس مش خاص بمرحلة معينة ولا بأمة معينة؟ ده من خصائص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص القرآن إنه عام للناس إلى يوم القيامة، يعني مش مكان واحد ولا زمان واحد. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام، وهو سبحانه وتعالى عليم بما سيكون، سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام لهذا الإنسان إلى يوم القيامة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فجاء تعليم القرآن مع خلق الإنسان لأنه له،
هذا الوحي، لإنقاذ هذا الإنسان، لسعادة هذا الإنسان، لإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، أعلى صور الولاية في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور بدون وحي؟ إن وليي الله، أيضا ولاية مرة أخرى، إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، فنزل لهم الكتاب ليكون الناس على بينة من أمرهم. إذن الذي يريد أن يكون من الصالحين، يريد أن يحقق هذه الولاية، يرتبط بالكتاب. إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما عداوة الشيطان الأساسية في أنه يحاول أن يصنع حواجز بين الناس وبين الوحي. يعني لما تكلمنا، أنا النهاردة إن شاء الله يعني هيكون في حالات كثيرة يعني على بعض الدروس أو بعض الكتب، لما تكلمنا في وقفات مع سورة الحجر، كان درس ما كانش مصور موجود على الساوند كلاود، لما تكلمنا في سورة الحجر وإن من المواضيع الأساسية اللي بتتكلم عنها سورة الحجر، وحتى من اسمها محاولة أن يصنع سواء إبليس الشيطان أو شياطين الإنس، أن يصنعوا حجرا حاجزا بين الناس وبين سماع الهدى. محاولة أن يصنع إبليس أو أن يصنع شياطين الإنس من بعده ويتعلمون منه، أن يصنعوا حجرا وحاجزا بين الناس وبين الوحي. ذلك دور الداعية أن يكسر هذا، فاصدع بما تؤمر. الصدع يكون أحيانا للزجاج، فهذا الحجر سيكون ضعيفا. دورك أنك تكسر الحجر ده وأن تصل إلى الناس. من أهم يعني اللي بيحاول يعملوا أهل الباطل، يعني يحاول الذي يفعل أهل الباطل، إن هم يمنعوا وصول الدعاية إلى الناس. وإذ يمكروا بك الذين كفروا، أول شيء ليثبتوك، أن تكون ثابتا غير متحرك، فألا تصل إلى الناس. إنه يحاول يعمل حواجز بين الداعية وبالتالي بين ما يحمله الداعية والعلماء ورثة الأنبياء من الوحي للناس. ففي سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الآية تكررت، أو هذه الجملة تكررت 3 مرات في القرآن كلها في سورة الحجر، توصيف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه من صلصال من حمأ مسنون. هذه الثلاثية لم تأتي إلا في سورة الحجر 3 مرات. الحق يعني في خلاف محاولات اجتهادات العلماء، مراحل اللي مر بيها الطين في خلق آدم عليه السلام، يعني الأول تراب وبعدين طين، ولا فخار وصلصال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم كان مصور في صورة طينية، وتركه ما شاء الله أن يتركه، حديث صحيح مسلم. يبقى إذن سيدنا آدم ترك على هذه الصورة الطينية فترة، في هذه الفترة هذا الطين كان بيمر بنوع من التغيرات، حتى قيل أنه أنتن وتعفن وتغيرت رائحته. ذلك لما العلماء تكلموا يعني صلصال حمأ مسنون، هل الصلصال في نوع تغير صلى اللحمة أنه بيتغير فيكون من الصلل، ولا من صلصلة أي خروج الصوت لما الشيء يكون مجوف ويكون زي الفخار فتخبط عليه يطلع الصوت، وده الأرجح والله أعلم الصلصال. الحمأ المسنون قيل الطين المصبوب أو المسنون من التغير، غير آس لم يتسنى، فالمسنون فيه تغير وتغيرت رائحته. فتخيل حالة الطين اللي ترك وتيبس وتغيرت رائحته وأصبح شيئا، يعني من بعيد كده تنظر إلى هذا الطين شيء تنفر منه النفوس. ثم هذا الطين بنفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أصبح التشريف بعد نفخ الروح، يعني الملائكة لم تسجد للطين، الملائكة لم تسجد للحمأ المسنون، لكن جاء الأمر بالسجود بعد نفخ الروح. فكان تكريم آدم، كان تكريم آدم عليه السلام بعد نفخ الروح، فأصبح آدم عليه السلام بشرا، أصبح إنسانا فيه سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الروح اللي في آدم وفينا، في آدم عليه السلام وفينا، تحتاج إلى غذاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الغذاء لا يكون إلا من الله، كما أن هذه النفخة كانت من روح الله سبحانه وتعالى وخلق الله آدم بيده سبحانه وتعالى، أيضا يحتاج إلى غذاء من عند الله، لا من الأرض، لا من الطين، لا من البشر، لأن البشر كلهم من طين. فأي كلام يأتينا من البشر هو كلام في أصله طيني مرتبط بالأرض.
نحتاج إلى كلام يأتينا من علم من أعلى، يأتينا من الله سبحانه وتعالى. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالمحاولة اللي في سورة الحج أن يمنع الشيطان وشياطين الجن والإنس أن يمنعوا وصول الوحي. ذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بالطين عن الوحي، لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تنشغل بهذه الطينيات المزخرفة وانشغل بما معك من وحي. ذلك أيضا في سورة الزخرف لما حاولوا زخرفة الدنيا وإبهار الناس بالذهب المزخرف، فلولا ألقي علي أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، محاولة زخرفة الأمور في سورة الزخرف، قال الله لنبيه فاستمسك، إياك أن تنشغل بالزخرفة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، شرف أن تستمسك بالوحي الذي معك. فعلى مدار الزمان في محاولة لصرف الناس عن الوحي، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذه الطريقة الوحيدة لتنتصروا على المسلمين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم جايز نغلب، لن تكون الغلبة إلا بمنع الناس عن الوحي. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى من يريد أن يمكر بالمسلمين وأن يمنعهم من الدين، أخبره الله سبحانه وتعالى أن الحل الأوحد أن يقطع بينهم وبين السماء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. أقوال كثيرة في الآية منها أي فليحاول أن يصعد إلى أسباب السماء ويمنع الوحي، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع أي يمنع الوحي وهذا لن يستطيعه، إذن الدين سوف يستمر، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، لن يستطيع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله أنزله آيات بينات، أنزله آيات بينات، وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إذن المحاولة الشيطانية الأولى لصرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى هي بمنعهم عن الوحي، محاولة صد الناس عن الوحي. فكيف ونحن نقوم بهذه المهمة عوضا عنه؟ نحن نصرف أنفسنا عن الوحي، احنا أصلا مش مشغولين بالقرآن، الشيطان قاعد بيفكر يصرفنا إزاي عن القرآن، وبعدين يجي ليك أصلا تقراش قرآن، سيبنا فكر عمال خطط وأحط لك حاجات عشان ما تقول، مش تقول إنك ما تقراش قرآن، مش تقول إنك أنت أصلا مش مشغول بالبحث عن الهدى في القرآن. فتخيل لما احنا نقوم زي بالضبط الدعية اللي يحبس نفسه ويمنع نفسه من دعوة الناس وينفر الناس وهم قاعدين يفكروا ليثبتوك، فجم لقوك انت من اللي مثبت نفسك اصلا، طب كويس وفرت علينا. فمحاوله الشيطان شياطين الانس والجن المستمره لصرف الناس عن الوحي لابد ان تقابل بجهود اقبال الناس على الوحي. لكن زي ما قلت احنا محتاجين نتعلم كيف نتعامل مع الوحي لحل مشاكلنا التي نواجهها. يبقى احنا محتاجين نستعيد الثقه في القران مره اخرى، محتاجين نستعيد الثقة أن هذا القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي بين أيديكم، إن هذا القرآن بالتأكيد إن هذا القرآن يهدي، يقدم هداية حقيقية مش مجرد شعارات، يهدي للتي هي أقوى. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. إذن هذا الوحي أنزله الله سبحانه وتعالى ليهدينا، فيه الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى محتاجين نستعيد الثقة مرة أخرى. أحيانا الإنسان يظن أن القرآن نزل لعلاج مشاكل في لحظة تاريخية ما، بما أن هو بيقرأ القرآن وبيجد فيها في القرآن في الآيات القرآن آيات بتتكلم عن مثلا أفرأيتم اللات والعزى، وبتكلم على الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أو بيتكلم على بعض قضايا في أهل الكتاب، يعتقد أن القرآن نزل للحظة تاريخية ما. وهذا من أخطر يعني الضلال في التعامل مع القرآن فيما يسمى يعني محاولة العلمانيين لجعل أن القرآن نص تاريخي لا يصلح لكل زمان ومكان، وأنه نزل للحظة تاريخية ويعني هذا القرآن لا يناسب العصر الحالي. ده من يعني من اشد انواع الضلال، بل اتهام الله سبحانه وتعالى انه ترك الانسان يعني يعيد في الارض فسادا بدون ان ينزل له الهدى. لا، القران صالح لكل زمان ومكان، وده اللي احنا محتاجين نستعيد في الثقه ان كل مرحله تاريخيه يقيد الله سبحانه وتعالى علماء يتفاعلوا مع النص، يشتبكوا مع النص اللي هو
ممكن نسميه تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرضا نقية أنبتت العشب والكلأ الكثير. هذا التفاعل، تفاعل العلماء مع الوحي ليخرج العشب والكلأ الكثير، ممكن نسميه لحظة الإنبات، لحظة الإيقاد. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، سورة النور أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تكلمت كثيراً حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. هذه الجلسة المباركة تحفها الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، لأن هذه الجلسة الآن تقوم بإيقاد النور للبشرية. هذا التفاعل مع الوحي لإخراج معاني تفيد البشرية الخروج من الضلال أمر مهم وأمر لابد أن يستمر على مدار الزمان. مش حاجة اسمها إيه؟ طب خلاص إحنا نقرأ التفسير وخلاص. أيوة، إحنا نقرأ التفسير لتكون سياجا آمنا حتى لا نضل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني فهم السلف قيد مهم حتى لا تضل في فهم الآيات، لكن التعامل مع الآيات لحلول مشاكلنا الحالية ده دور علماء كل عصر. ذلك من الكتب اللي جايبها معايا النهارده، يعني كتاب جيد اسمه تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين دراسة وتطبيق. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين دراسة وتطبيق، دكتور عبد العزيز عبد الرحمن الضامر. الكتاب حقيقة يقدم فكرة جيدة عشان ما يبقاش اللي بيحاول يعايش النص القرآني وبيسقطه على الواقع يتهم بنوع من التبديع، أو أن ليس لهذا أنزل القرآن، بل لهذا أنزل القرآن، بل هذا من مقاصد القرآن الرئيسي. قيمة الكتاب أنه عمل إيه؟ كل اللي عمله أنه جرد مجموعة من تفسير العلماء، أو حتى اللي ملوش تفسير يعني كامل، فيه له مقالات مختلفة أو كتب منوعة زي شيخ الإسلام ابن تيمية، جرد مجموعة من الكتب كلام العلماء، ركز على جاب كلام للإمام القرطبي، خصوصا الإمام القرطبي كان في الأندلس وعاش لحظات يعني مأساوية في سقوط الأندلس ثم انتقل إلى مصر، فيعين انتقل من الأندلس لمصر يعني الإمام القرطبي الله يرحمه يعني، فبرضو عاش قضايا معينة كتب فيها معاناة معينة قابلها في مصر. جاب يتكلم عن القرطبي، يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والمعارك اللي خاضها شيخ الإسلام مع التتار، وكان في بعض المعارك شعر فيها شيخ الإسلام إن هذه المعركة أشبه بغزوة الأحزاب، فحاول يسقط آيات غزوة الأحزاب على الواقع اللي كان بيعيشه شيخ الإسلام في نفس الواقع. وده قيمة إنك تعايش النص وتسقط على الواقع. فجاب نصوص للقرطبي، جاب نصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية، جاب لابن العربي في أحكام القرآن. والقرطبي يعني تقريبا استوعب غالب كلام ابن العربي، يعني من التفاسير اللي ابتلعت تفاسير صح التعبير، يعني قرطبي ذكر كثيرا من كلام ابن العربي، فهو جاب كلام لابن العربي المالكي، قرطبي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجاب كلام لرشيد رضا في تفسير المنار، وجاب كلام لعبد الحميد بن باديس في مجال كتابه مجالس التذكير. جاب دول الخمسة اللي انتقاهم، وحاول يجيب كلامهم انه يجيب الآية ويسقطها على الواقع المعاصر يحل بيها مشكلة. بل احيانا الواحد بيتعجب، احيانا بتقرأ مشكلة عقدية، خلاف ما في مثلا في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكلام اهل السنة في صفة الكلام ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى كيفما شاء سبحانه وتعالى، وان نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية. فتجد ان شيخ الاسلام بيحاول يرد عليهم، وفاجأ انه بيجيب كمية آيات واحاديث لم تكن تخطر ببال احد ان هذه الآية تصلح لهذه المناظرة او لهذه المسألة، لكن لانه عاش قضية معينة، وده لب الحل العملي اللي هنقوله النهاردة ان شاء الله، عاش قضية معينة وعاش مشكلة معينة ثم بحث عنها في الوحي فوجد الإجابة. فالمشكلة ان احنا لا نبحث عن حل مشاكلنا في الوحي. يعني ما بنيجي عايزين نعالج مثلا خطورة العلمانية، او مثلا اي مسألة فكرية معقدة، يعني مثلا الدولة الحديثة وأثرها على الإنسان الفرد، أثرها إيه؟ أثر الدولة الحديثة على الإنسان؟ لماذا لا نبحث في النص القرآني عن مثل هذه الإجابات؟ طبعا قلت لكم مش الحل إنك تكتب الدولة الحديثة سيرش نو ريزلت، يبقى إذن إيه؟ مفيش. يبقى لا، هو أنت محتاج تفهم المشكلة كويس اللي أنت بتبحث عنها وتدرسها كويس، ثم تقرأ النص القرآني وأنت محمل بهموم ومحمل بقضايا لا محمل بإجابات مسبقة، زي ما نتكلم إن شاء الله الفرق بين الاثنين.
طيب إذا محتاجين نستعيد الثقة بالنص القرآني وأن القرآن يصلح حقيقة، مش خطاب شعاراتي، يصلح حقيقة أن يكون هدى في كل زمان ومكان، وأنه يقدم إجابات. وهذا من إعجاز القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. دائما لابد أن تستحضر هذه المسألة، أن الإله القدير العليم الخبير الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام لنا للإنسان ليكون هدى له، أنزله على أطهر قلب من أفراد هذا الجنس الإنسان. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استحضار المعنى ده أن هذا الإله العظيم تكلم بهذا الكلام، واستحضار أصلا يعني مش عايز أخرج، ممكن ترجعوا لشرح الآيات في سورة سبأ حينما يتكلم الله بالوحي وما يعتري الملائكة من وجل، وكيف نزل جبريل بالوحي أمر جلل، ومقدمة سورة الشورى أمر جلل في لحظات نزول الوحي. فكيف نتعامل مع هذا الوحي العظيم بالإعراض؟ هذا الوحي الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى إن لو اجتمعت الإنس والجن، يعني مش لو مجموعة معينة، كل الإنس في كل زمان وكل الجن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي معكم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مستحيل. وممكن ترجعوا لمحاضرة كانت محاولة يعني مميزات الخطاب القرآني وطريقته في تقرير العقائد، إن طريقة القرآن مختلفة عن أي كتاب بشري. يبقى احنا محتاجين نستعيد الثقة في النص القرآني لما نبحث في أي موضوع، ولا سيما لما نتكلم عن موضوع زي اللي عايزين نتكلم فيه في السلسلة أصول الانحراف أو أصول الضلال، كيف لا نتكلم عن هذا من خلال الوحي. ومن مقاصد القرآن الأساسية هو التفريق، بل من أسماء القرآن، يعني هو بيبقى فيه خلاف ما بين أهل اللغة هل ده اسم ولا وصف. يعني ما يقال الذكر لما القرآن يسمى أو يوصف بالذكر، فقيل من أسمائه أو من أوصافه الفرقان، والفرق في نوع من التمييز بل صيغة مبالغة. الفرقان يعني قمة الوضوح، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف ينزل الله سبحانه وتعالى الفرقان؟ ليكون لنا نذيرا ثم نعرض عنه في استكشاف طرق الضلال. بل آية يعني في قمة الصراحة إن من مقاصد الوحي هو يعني وضوح طرق الضلال أن تكون واضحة أمامنا. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد شوط طويل من الشرح والتوضيح والتبيين للآيات البينات، ذكر ربنا سبحانه وتعالى محاولة خبيثة من أهل الباطل، محاولة خبيثة لإضلال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه. ومحاولة لي يعني دس الحقد والضغينة بين المسلمين، فذكر محاولة قام بها أهل الباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما أهل الباطل لما بحبه، ودايما ذكرت المعنى ده في أكثر من سورة، كلمت عنه في سورة الرعد، أهل الباطل لما يحبوا يخشوا للدعية غالبا المدخل ما بيكونش مدخل دنيوي، لا يخشوا له من المدخل اللي الدعية بيحبه، الدعية يحب أن يؤمن الناس فيخشوا له من المدخل ده، يخشوا له من المدخل إن إحنا هنؤمن، إحنا هنخلي الناس تؤمن، فدخلوا له من مدخل إن إحنا عايزين نسمع المجالس وعايزين نحضر، لكن المشكلة فيه مش هينفع يعني عاداتنا وعادات القبيلة والملأ والشرف والطرف، ما ينفعش نقعد مع الفقراء، يعني هنقعد جنب بعض إزاي؟ فأنت بس طردهم واعمل لنا مجلس خاص. ومجرد تطبيق الفكرة أصلا يجعلهم يشكون في أنه نبي، زي ما اتكلمت في درس الهدهد والصدمة الحضارية، إن أهل الباطل بيعملوا اختبارات للأنبياء ولورثة الأنبياء يعرف هو يعني من أهل الدين ولا من أهل الدنيا. لما قالت إني مرسلة إليهم بهدية، نشوف لو قبلها يبقى بيقبل الرشوة يبقى ده ملك مش نبي، فلو كان طردهم هم يشكوا فيه. فبعد أن نزلت الآيات توضح هذه الطريقة الخبيثة ونهاه الله سبحانه وتعالى عن طرد هؤلاء المؤمنين، وأخبر الله سبحانه وتعالى بل أن الله جعل هؤلاء فتنة لهؤلاء، كذلك فتنا بعضكم لبعض، إن في فتنة أصلا ده من مقاصد الابتلاء، نحن نبتلى ببعض في مكان واحد. أخبر الله سبحانه وتعالى هذه الآية المحورية، قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
إذا من مقاصد القرآن استبانت ووضوح، وكذلك نفصل الآيات، وكذلك أي كمثل هذا التفصيل السابق في سورة الأنعام، أو كعادة ابن عاشور لما بتيجي كذلك، إن ما فيش شيء يشبه بمثل هذا الأمر إلا هو، لأن ما في، لو عدنا ندور على أي شيء نشبهه لن نجد في قمة الوضوح إلا مثل هذا الأمر، فيشبهه بنفسه، مش مهم الجملة دي خالص. وكذلك ومثل هذا الأمر العظيم، وكذلك نفصل الآيات. أصلا كلمة الفصل في اللغة من معانيها التمايز والقطع، نفصل حاجتين عن بعض. وكذلك نفصل الآيات، بعد ما بيحدث تفصيل القرآن لما بيوضح الربوبية والألوهية ويتكلم عن أسماء الله وصفاته، يتكلم عن التكاليف الشرعية ويتكلم عن أهل الضلال، لما يحدث هذا التفصيل تلقائيا سبيل المجرمين بتبقى واضحة. ولتستبين، ها، لتستبين ايه؟ سبيله ولا سبيله؟ سبيله. اللي قال سبيله ده اكيد ما بيقرأش بحفص، احنا نحسن فيه الظن، يعني في قراءة سبيله فعلا، بس حفص يبقى ان احنا بنقرأ بحفص. ولتستبين سبيل المجرمين، انت كان قصدك على القراءة التانية ان شاء الله. فعندنا قراءتين، او في قراءه وليستبين او ولتستبين بالياء والتاء، لان سبيل تاتي مذكر تذكر وتؤنث، وسبيل جت مرفوعه مره في قراءه جت منصوبه. لو جت منصوبه اي ولتستبين انت يا محمد صلى الله عليه وسلم، اي تستبين الالف والسين والتاء، الالف والسين والتاء انها تكون للطلب، اي ولتتطلب، يعني السلسله اللي احنا بنحاول نعملها النهارده ده بنحاول نبدا فيها، ده مطلب قراني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولتستبين أي ولتتطلب، الألف والسين والتاء للطلب، ولتتطلب يا محمد صلى الله عليه وسلم سبيل المجرمين، لابد أن تستبينها. طب يعني إيه تستبين؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بعد تفصيل الآيات أنه يتعرف ويبصر سبيل المجرمين، يعني إيه أصلا الاستبانة؟ الاستبانة جاية من الإبانة، من البول، أيضا من القطع والفصل. فتجد ان الايه كلها مليئه بمساله القطع والفصل والتمايز ما بين المؤمنين والمجرمين، ما بين طريق الحق وطريق الباطل. ده مقصد قراني اصيل، بل قلت هو من اسمائه الفرقان. يبقى على قراءه ولتستبين يا محمد صلى الله عليه وسلم، اي ولتتطلب بعد نزول الايات عليك، اي بعد ان عرفك الله دورك في سوره الانعام وبين لك هذه الطريقة الخبيثة التي حاولها أهل الباطل معك، لابد أن تستبين وتتضح لك سبيل المجرمين. على القراءة الأخرى، قراءة حفص، ولتستبين سبيله، سبيل هنا الفاعل، يعني هي اللي هتظهر لوحدها، هي اللي هتتطلب الظهور. وإن كان ابن عاشور رفض أن الألف والسين والتاء هنا تكون للطلب لو سبيل مرفوعة، ولا هنخليها هنا تكون للمبالغة زي استجابة، أي مبالغة في الإجابة. فسواء هي سبيل المجرمين هتتطلب الظهور أو هتبالغ في الظهور، يعني لن تتضح لنا جميعا، لن تتضح لنا جميعا ولكل الناس سبيل المجرمين إلا بتفصيل الآيات القرآنية. يعني لو احنا عايزين نعرف الناس ان البرنامج الفلاني اللي بيقدمه فلان الفلاني ده بيقدم ضلال، هذا الكلام الذي يقدم في هذا البرنامج او هذا المقطع او هذا ضلال، ونريد ان يتعرف الناس بانفسهم على هذا الضلال، نعمل ايه؟ نفصل لهم الايات. فلما يسمع اوصاف المنافقين بكثره واقوال المنافقين طوال الوحي وكيف تعامل الوحي وما هي صفات اهل الايمان، حينما يسمع كلام يقول إذا أيا كان مين المتكلم أو اسمه أو شكله، هذا كلام المنافقين، هذا كلام المنافقين. إنما في كلام معلم تسمعه تقول ده من كلام الشيطان، لما حد يخوفك من السير في الطريق إلى الله، إنما ذلكم الشيطان. في كلام أول ما تسمعه ده كلام شياطين الإنس والجن، الشيطان يعدكم الفقر. يعني كان دايما الشيخ يعقوب يقول لك، يجي واحد يقول لك إيه، أنا عايز أنصحك نصيحة لوجه الله، احلق دانك وسيب الطريق ده لوجه الله. فواضح ان هي ايه، نصيحه في مفهومه يعني. ففي كلام ممكن يكون المتكلم ليس منافقا، لكن هذا كلام القاه الشيطان على لسانه. واحيانا نصيحه تاتيك من محب مشفق لكن له لا يدري مراد الله سبحانه وتعالى.
فبتفصيل الآيات تتضح. يبقى ده مقصد قرآني زي الشيخ سعدي ما بيقول إن حتى لا تظل طريق الضلال تظل ملتبسة مشتبهة على الناس، لازم يحصل تمايز. هذا التمايز يحدث في قيمة الوضوح يوم القيامة، هيظل في نوع من اللبس والاختلاط حتى يأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم، الميز الفصل، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، في تمايز في فصل. إذا معرفة سبيل المجرمين وطرق الضلال وأسباب الانحراف وأصول الانحراف هذا مقصد قرآني أصيل. أخبرنا القرآن أنه يعني لابد أن يتطلب. طب ومن أين نتطلبه؟ من أين نتطلبه؟ أولا من خلال كتاب الله. يعني طبعا ندرس الواقع، وكنت ذكرت ده في أهمية دراسة الواقع في قصة شعيب في سورة الأعراف، وإزاي أن سيدنا شعيب كان عنده اطلاع بخطط المجرمين لمنع الناس عن الوصول إليه، عارف أنهم بيقسموا بعض وبيعودوا على كل صراط، وعارف أنهم بيعملوا تهديد. اطلاع المؤمن على تقارير مثلا مؤسسة راند، على المؤسسات اللي بتدرس حوالي المسلمين، متابعة ده لأهل التخصص، لأن في ناس لما يطلع هذا الأمر بيصيبوا إحباط ويأس، فخلاص كله ميسر لما خلق له. يعني في ناس لما بيطلع على نوع من الأمر فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ده بيعمل حالة من الفزع، فليس لكل أحد، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا لبعض الناس لمن أوتي قوة على ذلك. فنرجع إن ده مقصد قرآني مطلب من خلال دراسة الواقع والاطلاع على الوحي، سأذكر إن شاء الله الطريقة العملية وسؤال الوحي حتى يعطيك الوحي ويعطيك القرآن إجابة على هذه التساؤلات. يبقى إذا احنا تكلمنا عن درس النهاردة تاني عشان الأفكار ما تضيعش مننا، استعادة الثقة، احنا بنتكلم عن سلسلة أصول الانحراف من خلال الوحي، وقلت إن الانحراف القرآن ما تعاملش مع الإنسان على إنه مجرد عقل، ده أيضا مذكور في درس مميزات الخطاب القرآني، بل تعامل معه على إنه عقل ونفس وقلب ومشاعر. فبالتالي بنفاجأ إن القرآن لما بيتكلم عن الضلال والانحراف مش بيتكلم على أسباب أو شبهات فكرية فقط، بيتكلم عن شبهات فكرية، بيتكلم عن قضايا نفسية، بيتكلم عن أمور عملية أدت الإنسان الضلال. قلنا في السلسلة دي هنمشي بالطريقة الإيه؟ العشوائية المنظمة. هنخلط وإحنا ماشيين بإذن الله إذا ربنا قدر ومشينا، هنخلط ما بين الكلام عن أهل الباطل المحض، أهل الباطل يعني الضلال، وممكن نتكلم على وقوع بعض المؤمنين في يعني نوع من أنواع الضلال نتيجة تأثرهم بهذا الضلال الموجود عند المجرمين أو عند الكفار. يعني نتكلم عن الضلال عموما سواء عند الكفار أو عند أهل الكتاب المشركين أو عند المؤمنين اللي وقعوا وتأثروا ودخلوا جحر ضب فتأثروا بهذا الأصل من أصول الضلال. لذلك التحذير القرآني أحيانا يأتي عام، يأتي عاما لكل الناس، أحيانا يأتي خاص لطائفة معينة. تكلمنا عن استعادة الثقة وإن الوحي أنزله الله سبحانه وتعالى لنستمسك به مهما رأينا الكلام المزخرف والكتب المزخرفة، لابد أن نستمسك سورة الزخرف استمسك بالذي يوحي إليك، سورة الحجر مهما حاولوا أن يصنعوا حجرا وحاجزا بين الناس وبين الوحي لابد أن نكسر هذا الحجر وأن نصدع بالوحي كما قال ربنا في سورة الأنبياء إنما أنذركم بالوحي. وأن القرآن فيه هدى وأنزله الله سبحانه وتعالى، بل من مقاصد القرآن الأساسية هو الهدى. يعني أحيانا يحدث خلاف في نقاش مثلا بعض القضايا في الإعجاز العلمي، وتجد ان بعض اللي بيحاولوا يردوا على اللي يتكلموا في الاعجاز العلمي يقول له ايه هذا ليس من مقاصد القران، وتحدث بينهم نقاش يقول لا هذا قد يكون من مقاصد القران، ويحدث بينهم نقاش. انا لست بصدد المحاكمه بينهم، لكن من المقاصد التي لا يختلف عليها، بل المقصد الاصلي ان القران هدى للناس تبين الحق، وبالتالي زي ما الامام الرازي بيقول ولتستبين سبيل المجرمين جاءت تلقائيه بعد تفصيل الايات. يعني ده امر تلقائي، شرح الحق يؤدي الى رؤيه طرق الباطل، لان اللي بيعرف الحق يعرف الباطل، او معرفه الشر في حد ذاته مفيده، عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. يبقى اذا معرفه طرق الضلال هامه لاجل ذلك، كما قال حذيفه رضي الله عنه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر ليه؟ مخافه ان يدركني.
يبقى مسألة معرفة أصول الانحراف مخافة أن تدركنا. طيب الطريقة المستعملة اللي هنحاول نمشي بيها إن شاء الله أو اللي احنا حاولنا نحضر بيها، أول حاجة إنك تدخل القرآن بنوع من المشاعر. التفصيل الجملة دي موجود في درس اسمه مشاعرنا تجاه القرآن، أرجو الرجوع والسماع لي، درس مش طويل ملخصه إن في أربع مشاعر أو أربع معاني لابد إنك تدخل بها القرآن حتى تكتشف الهدى الذي فيه. كنت اتكلمت عن شعور الاحتياج، أنت تحتاج للوحي، أنت بدون الوحي أنت في التيه، أنت في الظلام، أنت في الظمأ، أنت كل ما حولك سراب بدون وحي. هذه المعاني لابد أن تتحول من الكلام الخطابي إلى الكلام العملي، إنك بالفعل تستشعر هذا المعنى، إنك بالفعل لما بتغيب عن الوحي فترة تشعر حقيقة أنك في التيه، أنك في ظلمات، لأن ده التعبير القرآني، إن دور القرآن أن يخرجك من الظلمات إلى النور. ما إحنا من غير القرآن فين؟ في ظلمات. لابد أن شعور الاحتياج يكون موجود عندك. شعور الاحتياج كلما كان قويا كلما كان الدافع أكبر، يعني كلما كان احتياج الإنسان إلى الدواء قويا كلما سار إليه بقوة، يعني كلما الإنسان يكون عنده قناعة تامة إنه محتاج يتعالج من مرض ما وإن فيه علاج والعلاج موجود، الشعور ده لما بيسيطر عليه بيدفع دفعا حتى لو معوش فلوس يستلف ويسأل ويروح ويجرب لأنه هو محتاج ده. فرقم واحد شعور الاحتياج، اتكلمت عنه بالتفصيل. رقم اثنين شعور الاكتفاء، مش الاحتياج فقط، يعني أنت تحتاج لهذا الدواء وهذا الدواء فقط، أولم يكفهم، اتكلمنا على الاكتفاء المنهاجي في شرح أولم يكفهم في آية العنكبوت. رقم ثلاثة مش شعور الاحتياج وفقط أو الاكتفاء وفقط، الاكتفاء اللي ممكن زودت فيه في الدرس مشاعرنا الرضا والفرح، يعني مش الاكتفاء انك بتاخد الدواء وهو مر، انت فرحان، انت بتحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله ربنا نزل لنا قرآن، السورة اللي ذكرت كثيرا من أنواع الفتن سورة الكهف ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالحمد على نعمة القرآن، لأن لن يخرجنا من هذه الفتن إلا الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فقبل ما تقرأ السورة اللي مليئة بفتن ضل بسببها كثير من الناس فتحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. يبقى الاحتياج الاكتفاء. رقم ثلاثة التعامل مع الوحي على أنه حقائق، يعني كل ما ذكر في القرآن ليس قضايا نسبية نظريات قابلة للنقد هيتعامل عليه حاشية تنقده هيحدث عليه ردود هينزل منه نسخة أخرى، لا، هذه حقائق مطلقة، التعامل مع الوحي على أنه حقائق، وتكلمت ده بالتفصيل في درس المعرفة القرآنية، يختلف عن أي معرفة أخرى، أي معرفة بشرية قابلة للأخذ والرد، قابلة للتراي والإيرور، قابلة أن حد يرد حد ينقد يتعامل عليه رد حاشية، القرآن ليس كذلك، هو حقائق ثابتة. رقم أربعة وده بيختلف عن أي تعامل مع أي معرفة أخرى، إن القرآن إثماره الحقيقي يكون بتحويل هذه المشاعر لعمل، يعني الاحتياج احتجت فاكتفيت، احتجت فاكتفيت فصدقت، إن أنا بتعامل مع حقائق، فطبقت، يعني ما هو عشان يثمر لازم تطبق، لازم تتحول إلى واقع عملي في حياتك، كان خلقه القرآن. فالأربع حاجات دي، الأربع مشاعر، الأربع قيم، الأربع معاني تفرق معاك في تعاملك مع الوحي. فدخلنا يبقى رقم واحد دخلنا لاستخراج ما هي أصول الانحراف، والمقدمة بتاع الدرس النهاردة تصلح لأي موضوع، يعني سواء أي سلسلة حد عايز يعملها من خلال الوحي المقدمة دي تصلح له. يبقى المشاعر رقم واحد المشاعر تجاه القرآن قبل الدخول. رقم اثنين احنا دلوقتي عايزين نطلع من القرآن اصول الانحراف او اصول الضلال، نعملها ازاي؟ قلنا المشاعر، خلاص عرفت انا محتاج للقرآن، مكتفي، مصدق، ساطبق. طيب خلاص ده رقم واحد. رقم اثنين طريقة ان انا اطلع بحيث ان انت بعد كده سواء بقى ما كملناش السلسلة سواء انت عايز تطلع انت اصول الانحراف، مهم جدا انك تتعلم حاجة اسمها الهدى العام والهدى الخاص. القرآن فيه هدى عام وده اتكلمنا عنه في درس إعادة الضبط، إن القرآن بيعيد تشكيلك تماما لقبول الشرع فبيصلحك ككل. فلو أنت عايز هداية عامة في حياتك بتروح للقرآن. طيب لو أنا عايز حل مشكلة، يعني حل مشكلة يعني عايز أفهم، زي ما قلت لك واحد بيناقش قضية العلمانية، واحد بيناقش قضية كنت لسه في نقاش بحاول أبحث في المسألة
وده هيجي لنا من اصول الانحراف، مساله هل العلم للعلم والعلم للعمل؟ هل في حاله ممكن نسميها الارجاء المعرفي، كثره قراءه الكتب مثلا الفكريه والمعرفيه بدون ما يتحول لواقع عملي؟ هل ده شيء غلط ولا هل ده شيء ينكر ولا شيء عادي؟ فعايزين اجابات عن قضيه ممكن تظن ان هي معقده. هل ده ما في الوحي ما تكلمش عن هذه القضيه؟ هل زي ما تكلمنا مثلا اثر الدوله الحديثه في بناء الانسان وفي ايمان، هل اثر، هل ده موجود؟ يعني هل طاقه القران الاشكال اللي ممكن تقوم به تجمع قبلي او شعوب في مكان ما واحداث ان الولاء يكون لهذه فقط، هل القران ما تناولش هذه القضيه ولو باشارات؟ ف ده بنسميه الهدى الخاص. زي ما قلت لكم مثلا شيخ الاسلام يدخل في مناظرات كتير، طوائف كتير، يرد على الفلاسفه ويرد على المعتزله ويرد على الاشاعره، كان بيستعمل دائما النص القراني رقم واحد. بل لما عمل اشبه به، كان هو ليس كذلك، اشبه بمقرر عقدي زي الوسطيه، ابتعد فيها عن الجدل الكلامي مليئه بالنصوص والاحاديث والاثار. فاحيانا انت بيقابلك مشكله ان تدخل، ركز معايا، دي طريقه رقم اثنين لاي، مش بس الاصول الحرف، لاي حاجه، انك تدخل النص القراني، تدخل تعمل ختمه بتبحث عن حل للمشكله. واحد يقول لي طب بس انت كنت قلت في اخر درس في سوره الرعد لما اتكلمت على بعض الطوائف، واتكلمت على حتى الكتاب بتاع دكتور ياسر المطرفي اللي هو اسمه ايه، العقائدي، اسمه ايه، مش فاكر الكلام العقائدي، نسيت اسمه، حد يبقى يفكرنا بيه. وان ازاي ان الانسان لما بيعتقد ثم يستدل، ده بيكون من اسباب الضلال اصلا، انه بيدخل النص القراني بعقيده مسبقه، بيبحث عن ايات تصلح لها فيقوم بلي الايات اللي تناسب معتقده. طب مش ده، لا، في فرق انك داخل باجابه مسبقه بتبحث عن ايات تتناسب مع الاجابه فتقوم بلي عنق النص، زي اللي داخل من التطور حقيقه وقاعد يدور في النص القراني على ايات يلصمها تنفع تؤيد التطور، غير اللي بيبحث عن اجابه. اللي بيدخل القران ان صح التعبير يعني باقفال، قفل جمع اقفال، بيبحث لها عن مفاتيح بيجد كنوز. اللي داخل القران بهموم يبحث لها عن حل، اللي داخل القران بتساؤلات يبحث عن حل، بيفاجئ بايات كثيره كانت نص في الباب ولكن هو ما كانش شايل الهم ده. يعني مثلا انت ممكن تكون قرات كتاب ما وانت ما كنتش حاسس بمشكله في كتاب بيتكلم في مساله اقتصاديه مثلا، وانت ما كانش عندك المشكله دي، فانت مريت على الكتاب جزء كامل في الكتاب، ربع الكتاب بيحل مشكلتك بصوره عمليه، بس انت ما كانش عندك المشكله، فما قرات الكتاب قلت الكتاب جيد، وقعت في المشكله فرجعت تقرا الكتاب، فوجئت انك بتقرا الكتاب ده الربع الاخراني بتاع الحل كلمه كلمه وانت منبهر، ازاي انا قريت الكتاب ده قبل كده وما خدتش بالي؟ لان انت ما كنتش حاسس بالمشكله. احساسك بالمشكله وسيطره المشكله عليك وانك بتبحث لها عن حل، بتفاجأ ان القران بيقدم اجابات عن هذا الهم او عن هذه المشكله وانت لم تكن تشعر به. دخول زي ما قلنا في اول الدرس، فكره بناء الايمان من خلال القران، فكره الدخول للقران للبحث عن هم او عن مشكله ما، عن حل لهذا الهم وحل هذه المشكله، بس مشكله خاصه. جرب تعمل ختمه بفكره، يعني اختار فكره عايز تبني الايمان بداخلك، عايز تبني صرح الايمان في قضيه عندك، انت عندك مشكله في التوكل، عندك مشكله في التوكل مع الاخذ بالاسباب وعمال تسال في تعارض، طب الاخذ بالاسباب، طب ده هنا لو انا ده نقص توكل، طب اعمل ختمه كده. الفكره دي انا بقولها يعني لسه جت في ذهني حال، اعمل ختمه كده. يعني انا لو قلت لكم تعالوا نوقف الدرس وتعالوا نمسك المصحف ونعمل ختمه نحل المشكله دي، هتفاجئ بايات بتتكلم في القضيه دي، مساله الاخذ بالاسباب والتوكل، هل في تعارض وازاي الانسان يعملها من غير ما يحصل تعارض؟ هتفاجئ بكميه ايات سواء مباشره او اشارات. او النقطه دي مهمه جدا، ان طريقه القران في حل المشكله مش لازم تكون مباشره. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركزوا معايا، صلوا على النبي. احنا كده بقى لنا قد ايه؟ ما انا هكمل، انا مش بسالك هكمل ولا لا؟ 50؟ ماشي. صلوا على النبي.
الوقت بيجري معاكم بسرعة والله يا جماعة، حد يقول لي أي حاجة، الوقت معايا بعد بسرعة. كنا بنقول إيه؟ أنا عيب أوي إن المقدمة تبقى درسية، هيبقى شكلها بايخ يعني، حتى في العناوين كده تبقى المقدمة درس، فهنستحمل يبقى درس واحد معلش. صلى على النبي. كنا بنقول إيه؟ لا مش قوي ورا كده يعني. ايوه انتوا نايمين، ده انت نايم بقى لك 5 دقايق. مش لازم القران يقدم اجابه مباشره عن تساؤلاتك، بمعنى ان احيانا انت داخل مثلا انت شايل هم الرزق المستقبلي، وهل العمل للدين لو ادى انك تتخلى عن بعض الفرص الدنيويه الكبيره في حياتك من اجل العمل للدين او وقوف على بعض الصهور الدينيه، هل ده غلط؟ هل ده نوع من التواكل ولا ده نوع من نصرة الدين والتوكل الحق؟ سؤال سأل كتير أنا نفسي تسألوه، ناس بتسألني سؤال نفسي تقوم بهذه التساؤلات، ناس بتسأل سؤال مطروح. واحد عايز يعمل الدين، يطلب العلم، عايز يشتغل في الدعوة، وده بيحصل نوع من التعارض مع بعض الفرص الدنيوية اللي بتقابله في حياتي. ودي طبعا جزء من درس الدرس المنتظر، عامل زي المهد المنتظر كده مش هيطلع من السرداب، اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا ده يفضل في السرداب كده، لما بتاع الشيعة هيطلع يبقى نقول الدرس. فممكن واحد يسال السؤال ده تقول له طب تعالى نبحث عن، تعالى نقرا نعمل ختمه نبحث عن حل. انت مش هتلاقي العنوان ده زي ما هو كده. القران يعمل ايه بقى؟ ده الحل الغير مباشر، بيعيد طريقه تفكيرك اصلا. هو يعني ايه نجاح دنيوي؟ هو يعني ايه نجاح؟ هو يعني ايه فوز؟ هو يعني ايه خساره؟ بيعيد تعريفات لمسائل انت كنت معتبر ان هي ثابته، انت كنت معتبر ان هي قضايا منتهيه اصلا، انت كنت معترض ان ده تضحيه، انت كنت معترض ان دي خساره، انت كنت خايف ان ده يبقى نوع من السفاهه. تفاجئ ان القران بيعيد تعريف يعني ايه سفيه اصلا. هتيجي تقرا بس بتفتح سوره البقره، القران بيعيد تعريف من هو السفيه. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ المنافقين بيقولوا على المهاجرين والأنصار سفهاء. ليه المنافقين قالوا على المهاجرين والأنصار سفهاء؟ طب سيقول السفهاء، طب ليه هنا ربنا سماهم سفهاء في أول الجزء الثاني؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طب ليه اللي ساب جهد سيدنا إبراهيم سفيه؟ طب إيه هو جهد سيدنا إبراهيم؟ من أول سورة أنت بنعيد تعريف السفهاء تاني أصلا. فالقرآن بيقدم حلول جذرية، وده آخر نص ساعة في درس مميزات الخطاب القرآني. طريقة القرآن في الحل مختلفة. يعني مثال، نستفتح سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، تفاجأ أن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه، من القرآن ما يبقاش في صدرك حرج. 200 آية أكتر من جزء. انت لو ماشي بقى آية مع القرآن ودور مع القرآن حيث دار، وبتتلقى الوحي يعني بيقين وبالمشاعر اللي احنا قلناها، تفاجئ ان اخر السورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ربنا بيقول له ايه؟ واذا قرأ القرآن ايه؟ فاستمعوا له وانصتوا. الآية اللي قبلها لولا اجتبيتها، عايزين آيات تانية النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وقاعد بيستمع للوحي وينصت. اول السوره انت ممكن تدخل في صدرك حرج من الوحي، اخر السوره المشكله مش بس اتحلت، المشكله ده انتهت تماما، ده انت انتقلت لمرحله اليقين والفرح والسرور والاستماع والاصغاء والانصات للوحي. ازاي اتحلت ده بقى؟ ممكن يتعمل دراسات ورسائل ومجالس مدارسه ازاي الاعراف حلت ده، لكن حتى الانسان اللي ما يعرفش وساب نفسه مع ايات الاعراف واحده واحده مشكلته هتتحل. سورة الروم مثلا، تبادئ سورة الروم في حالة فزع، تقلبات سياسية بتحدث في المنطقة. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب الروم اتغلبت وفارس انتصر، طب هل فارس لما تنتصر على الروم هل هيتعاونوا مع الأوثان ويقوموا بحرب عامة لنشر الإلحاد ضد أهل الكتاب وضد المسلمين؟ طب ماذا سيحدث؟ اضطراب. آخر السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك. مش مستخف، مش كل خبر تسمعه تكون في حالة الدين سينتصر. فأقم وجهك سواء انت رأيت النصر او لم ترى النصر، الدين سينتصر. بلاش حالة الاستخفاف اللي بتحصل مع كل انتشار لخبر. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. سورة الروم عملت ايه عشان توصلنا للنتيجة دي؟ دي طريقة معجزة قرآنية.
ممكن يتم مدارسة ده من خلال رسائل ماجستير ودكتوراه ومجالس مدارسة ودروس ومحاضرات، ويفتح على كثير من الناس في فهم ذلك. لكن حتى الإنسان البسيط اللي يقرأ القرآن ويسلم نفسه للقرآن ويدور مع آيات القرآن سيتغير بإذن الله سبحانه وتعالى، سيصل إلى هذه الحالة، حالة عدم الاستخفاف وحالة اليقين. فطريقة القرآن، أنا في مرة أذكر، مش فاكر حكيت لكم القصة دي ولا لأ، بس حتى لو حكيتها عادي مش مشكلة. كان أحد الإخوة عنده مشكلة في الرزق واضطراب، فقلت له تعال نصلي ركعتين وبعدين نحل نتكلم في نتناقش في مشكلة الشغل. قابلت أحد إخواننا قلت له ما تصلي بينا ركعتين. مشكلة إخواننا دوت، أحد إخواننا دوت، إنه لما بيفتح سورة ما بإيه؟ ما بيحبش يقفلها، يعني لو فتح سورة لازم يكمل. لو استفتح سورة خلاص مش يعني الموضوع انتهى. فصلى بينا ركعتين، خد الإسراء ومريم وطه. إحنا كنا داخلين نصلي ركعتين. فقعد معاه بعد قال لي خلاص مشكلتي اتحلت. فممكن تكون مشكلته اتحلت انه ايه؟ انه ما عادش عايز يشوف الاشكال دي تاني ولا عايز يقعد معاهم، ممكن. او من باب حسن الظن مشكلته اتحلت انه وجد في الصور دي حل لمشكلته. من باب حسن الظن، او هذا ما نأمله يعني ان شاء الله، او نتمناه يعني. فاحيانا ان الايات اللي جت في سوره الاسراء وسورة مريم وسورة طه تحديدا واتكلمت على الرزق وعلى الدنيا ممكن فعلا تحل مشكلتك، بس بصورة جذرية. مش تختار الوظيفة دي ولا دي، يعني انت مش هتلاقي وانت بتقرأ سورة الإسراء فجأة يمشي عليك وتشوف حلم اختار وظيفة مثلا المبرمج مش وظيفة، مش لازم ده يحصل. لكن هو القرآن بيعيد ترتيب تفكيرك. ففكرة ان القرآن بيقدم، تاني احنا بنتكلم في ايه؟ ازاي بنبحث عن وصول الانحراف؟ رقم واحد دخول بمشاعر، رقم اتنين ان في حاجة اسمها هدى عام وهدى خاص. القرآن بيقدم حلول خاصة لو انت دخلت بمشكلة خاصة بتبحث عنها، قد يقدم اجابات مباشرة وهذا موجود، لكن يحتاج استنباط. زي ما الامام بيذكر عن الامام الشافعي كان يقابله مشكلة اصولية عايز يبحث عن دليل الاجماع او عايز يبحث عن دليل القياس في القرآن، يعني مما يذكر عن الامام الشافعي، فكان يعمل ختمة او اكتر من ختمة يبحث عن دليل هذه المسألة في القرآن. هل في دليل عن القياس او عن الاجماع في القران؟ فانه يقوم بهذه الختمه ده امر مبهر لاجل بحث عن مساله انت لا تتخيل. ممكن تكون مساله في نظر البعض مصطلح حادث مثلا، حتى لو كان موجود مستعمل عند صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبحث عنها في القران، ده من يقين الامام الشافعي ان القران فيه هدى. رقم ثلاثة، بما ان احنا هنبحث بقى عن مشكله خاصه اصول الانحراف، من الوسائل ان احنا واحنا بنقرا لما تجد كلمات اهل الضلال، الخطابات بتاعت اهل الضلال محتاجه تتجمع وتتحلل. يعني الخطابات اللي قالها فرعون، اللي قالها ابليس، اللي قالها الملأ، اللي قالها مثلا صاحب الجنتين، اللي قالها اللي هو الكافر، اللي قالها اي حد من قالها اهل الكتاب، نحن ابناء الله واحباؤه. دراسة هذا الكلام، لأن الكلام يعبر عما يدور في النفس، وأن الله سبحانه وتعالى من وسط كلام كثير قالوا انتقى هذا الكلام وأخبرنا به، بل قاله الله سبحانه وتعالى بصورة مركزة، لأن هم لما قالوها ما قالوهاش بنفس الصياغة دي، هم قالوا خطابات كتير جمعت في سياق قليل المباني كثير المعاني، وده اختاره الله سبحانه وتعالى وقاله لنا، لأنه ممكن يكون أصلا ما بيتكلمش العربية. فلما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة ده اختصار لكلام كتير مهم عما دار في نفسه العقل، ألا يعلم من خلق. فمهم دراسة كلام أهل الباطل، نستخرج منه إيه أسباب انحرافهم، لأنه بيعبر عن نفوسهم وعن طريقة تفكيرهم. فده من أحد أهم وسائل استخراج أصول الانحراف من أصول الضلال من خلال الوحي. وده مهم ليه؟ ودي كانت الفكرة الرابعة بس ممكن نضمها مع التالتة عشان الوقت خلص. إن فكرة الأنماط القرآنية، إن القرآن لما ذكر نمط معين زي قارون، زي فرعون، زي هامان، زي إبليس، زي أبو جهل، زي أبو لهب، لما ذكر هذه الأنماط زي الملأ عموما، لما ذكر هذه الأنماط، دي أنماط بتتكرر، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، دي أنماط بتتكرر على مدار التاريخ، على مدار التاريخ، يعني الشخصيات دي بتتكرر. وده كان يعني عادة القرآن إنه لا يذكر الأسماء بل غالبها أوصاف، يعني حتى يقال إن دي كانت أوصاف
وظائف. يعني فرعون مش اسمه فرعون، يعني يعني حتى الاسم الوحيد اللي ذكر هو ابو لهب من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وده كان المشركين او من المؤمنين زيد رضي الله عنه، ده كان لسبب. لكن عادة القرآن في الأصل أنه لا يهتم بتحديد الزمان، بل يحدث خلاف طويل بين المفسرين عن أصحاب الكهف عن الزمان وما أين الزمان وأين المكان، ويختلفوا في متى زمان القصة ومتى مكان وأين مكان القصة، يختلفوا اختلاف طويل. إن ده ليس من عادة القرآن. أو حتى أصحاب الأخدود في سورة البروج تجد خلاف، أو قصة أصحاب القرية مؤمن آل ياسين تجد خلاف. ليه؟ لأن ليس الغرض تحديد طائفة معينة أو شخص معين، ده نمط بيتكرر. بل حتى ابن عاشور لما اتكلم في أصحاب الكهف وقال إن كان في كهوف كتير، وإن دي كان ده كان أمر متكرر، هروب المؤمنين للكهف كان أمر متكرر أيام يعني اليهود لما كانوا بيعذبوا النصارى، وكان النصارى انتشروا قاموا بالسياحة في الأرض والرهبانية، كانوا بيذهبوا إلى الكهوف، وقال إن ده كان أمر متكرر. ففكرة الأنماط القرآنية، فدراسة نمط قرآني ده بيتكرر، ففهم ده هيتكرر، بس يتكرر بمصطلحات مختلفة. يعني لما الشيطان يستعمل مصطلح، أكيد لما عايز يستعمله في 2020 من باب التجديد هيقوله بأسلوب مختلف. يعني مش معقول الشيطان، يعني الشيطان بيكرر نفس الخطة، بس مش معقول يكرر نفس الخطة بنفس الكلام. ولو عملها برضه مفيش مشكلة، يعني هنقع، بس هو من باب التجديد يعني وايه والخروج من الملل وكسر بيجدد، فبتستعمل مصطلحات جديدة لكن أصولها القرآنية ذكرت. لذلك القرآن أيضا يهتم بالأصول مش بالتفاصيل، فهم الأصول يجعلك تكتشف التفاصيل. دي الطريقة اللي احنا إن شاء الله بنحاول من خلالها نكتشف، بحيث ان الباب مفتوح. انا اصلا لسه ما انتهتش من تحضير السلسله، كتبت ما يقرب من 15 كلمه او اصل او فكره على السنه او من خلال قصص اهل الضلال، هنحاول ندمجهم، لان طبعا هيبقى صعب نقول ان 15 اصل في 15 درس، نحاول ندمجهم مع بعض. الاصول اللي شبه بعض هنحطها على بعض ويبقى سواء اصل واحد. انا ما بنشغلش قوي بمساله، زي ما انتم عارفين احنا منهجنا ايه عشوائية المنظمة، ما نشغلش قوي بتقسيم الأصول، ده دوركم إن شاء الله. إحنا هنتكلم نديكم الشوال كده وإنتوا إيه تعيدوا تنظيمه، فبحيث إن اللي عايز بعد كده هو يكتشف، أو حد يغزيني بفكرة أو يمدني بفكرة وهو بيعمل ختمة، يجد إن الجملة دي محورية مثلا قالها أحد رؤوس الضلال، وبتعبر عن مرض نفسي بداخله أو عن مشكلة عقدية هي اللي تسببت فيه انحرافه او تسببت في ضلاله. يعني كان نفسي اطول معاكم اكتر من كده حقيقه. كنت في كتابين انا قلت لكم على تنزيل ايات على الواقع، كان في كتاب يعني جيد كان مش متفق مع جزء من اللي فيه، اسمه القران وتاثيره في شقي المخ الظمأ والارواء، دار اسمها وحي القلم، كتاب عجبني فيه وفكرته جديده، ازاي القران بيعيد تشكيل المخ مره اخرى، إزاي القرآن بيقوم بنحت طرق جديدة للتفكير في المخ، وبيجعل الإنسان أوسع إدراكا، وبيتعامل مع قضايا رحبة فيها نوع من السعة، وإزاي القرآن بيكسر حواجز الزمان والمكان، ده بيؤثر على طريقة التفكير. كتاب جيد. كتاب أيضا اسمه الوحي والإنسان نحو استئناف التعامل المنهجي مع الوحي، دكتور أحمد عبادي، دار النيل. دار النيل تطبع يعني بيبقى دايما غالبا عندها لمسه تصوف كده، اظن احمد عبادي كان مهتم بتراث سواء سعيد النورسي او فريد الانصاري، حتى مهتمين هما بالقضايا القرانيه مع لمحه التصوف، يعني فيها نوع من شيء جيد وبعض الاعتراضات، لكن اقرا لكم منه واختم بالمقوله دي لاستعاده، لان الدرس استعاده الثقه في النص القراني. بيقول حقيقة المقطع كله اللي اتكلم فيه عن القرآن والتعامل المنهاجي مع القرآن، يعني المقطع كله جيد حقيقة، بس عشان الوقت انتهى اقرأ لكم بس خمس ست سطور كده. بيقول: فإرادة الإنسان وقدرة الإنسان حين تقترن بالطين، لما الإنسان يوجه طاقته اتجاه الطين وتريد نحته وتريد أن تجعل منه شيئا يذكر، فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان أن يصير هذا الطين تمثالا
لكن حين تقترن إرادة الله بالطين فإنها تصيره إنسانا ينظر إليك ويقول لك ويعارضك ويوافقك وينصحك وقد يثور في وجهك إذا لم ترد أن تنتفع بهذا النصح. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة اقتران الإرادة بالإنسان أو بالقرآن فيها نوع من عدم الضبط العقدي سأتجاوزها يعني. بيقول فهذه الإرادة تصنع إنسانا مبدعا له قوله وله توقيعه وله إحساسه. يقول لك لما إنسان يوجه طاقته تجاه الطين ولما ربنا سبحانه وتعالى خلق من الطين بيده آدم ونفخ فيه روحه الإنسان عمل إيه وربنا عمل إيه. الفرق ما بين التمثال وبين الإنسان الحي النابض المتحرك اللي عنده مشاعر وفكر هو الفارق. هو عايز يقول كده هو الفارق بين كلام الإنسان وكلام الله سبحانه وتعالى. فيقول بعدها وكذلك حين تقترن إرادة الإنسان بالكلمة والحرف فإنها الإرادة تصيرهما شعرا ونثرا بيد أن إرادة الله حين اقترنت بالكلمة وبالحرف صيرتها قرآنا. يبقى الفارق يعني بعيدا عن طريقة سياق الكلام الفارق ما بين الإنسان لما بيوجه طاقته للكلام هو في الآخر هيديك شعر أو نثر أو كتاب معين يكون فيه أخطاء لأن ربنا بيقول لو كان من عندي غير الله أي كلام تاني من عند البشر لوجدوا فيه اختلافا ومش أي اختلاف اختلافا كثيرا لأن من الذي يعلم الغيب إن الله سبحانه وتعالى. فزي ما الفارق بين الإنسان الحي النابض المتحرك وبين التمثال هو الفارق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصوصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.